بتاريخ 24 اوت 2024 صباحا في اطار محاربه ظاهره الهجره غير الشرعيه، وبعد ورود معلومات لمصالح الامن المختصه حول تحركات شخص مشبوه من جنسيه مغربيه بوسط مدينه تلمسان، تم اخطار نيابه الجمهوريه بذلك وامرنا بفتح تحقيق ابتدائي وموافتنا بالنتائج. بنفس التاريخ تم توقيف المدعو زاي ميم من جنسية مغربية والبالغ من العمر 32 سنة، وتبين أنه دخل التراب الجزائري بطريقة غير شرعية. بعد استغلال الهاتف النقال الخاص بالمعني بموجب إذن من النيابة، وبعد استجواب المعني تبين أنه يعمل ضمن شبكة تجسس وتخابر تعمل لصالح جهة أجنبية رفقة رعايا مغاربة وكذا جزائريين. بتاريخ 28 اوت 2024 تم توقيف 6 اشخاص، 3 من جنسية مغربية تتراوح اعمارهم بين 32 و 39 سنة، ويتعلق الامر بكل من المدعوين طاء الف، ميم خاء وميم هاء، و3 اشخاص من جنسية جزائرية تتراوح اعمارهم ما بين 33 و 46 سنة، ويتعلق الامر بكل من المدعوين راء ميم الف، طاء ذا سين الف، وباء راء. توصلت التحريات الى ان جميع افراد هذه الشبكه كانوا يتلقون التعليمات من طرف المدعو باء صاد من جنسيه مغربيه. كما توصلت نتائج التحقيق الابتدائي الى قيام هذه الشبكه بتجنيد رعايا مغاربه ومواطنين جزائريين من أجل المساس بمؤسسات أمنية وإدارية جزائرية. تم توقيف عناصر هذه الشبكة من طرف الضبطية القضائية المختصة خلال 5 أيام، وتم اليوم الموافق ل1 سبتمبر 2024 تقديمهم أمام نيابات الجمهورية. وبعد استجواب المشتبه فيه أمرنا بفتح تحقيق قضائي ضدهم وضد كل من يكشف عنه التحقيق بتهم جناية القيام بالتخابر مع دولة أجنبية أو أحد عملائها ضد المتهمين راء ميم ألف، طاء ذا سين ألف، وباء راء. جناية التجسس ضد المتهمين زاي ميم، طاء ألف، ميم خاء، وميم هاء. بالإضافة إلى جنحة الدخول بطريقة غير شرعية إلى التراب الجزائري ضد المتهمين زاي ميم وميم خاء. الأفعال المنصوص والمعاقب عليها بالمواد 62 و64 من قانون العقوبات، والمواد 44 و46 من القانون 08/11 المتعلق بشروط دخول الأجانب إلى الجزائر وإقامتهم بها وتنقلهم فيها. التمست النيابة من السيد قاضي التحقيق إصدار أمر إيداع ضد المتهمين وكل من يكشف عنه التحقيق. بعد استجواب المتهمين من طرف قاضي التحقيق أصدر أمرا بإعدائهم عن الحبس المؤقت.